الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم خير الرازقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه، وهو في صحيح الجامع. وعن أسامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. قلت: وأما حديث من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار، فهو ضعيف، ضعفه النووي في المجموع، والعقيلي في الضعفاء الكبير، والذهبي في تلخيص العلل المتناهية، وابن الملقن في البدر المنير، والرباعي في فتح الغفار، والألباني في ضعيف أبي داود وغيره. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. وهو في صحيح الجامع. ومئنة علامة ودليل، كما في معجم الرائد والمعجم الوسيط. وكتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال: كان يقرأ فيها: هل أتاك حديث الغاشية. صححه الألباني بصحيح ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لعى. رواه مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هل تدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو الذي جمع الله فيه أبوك أو أبويك. قال: لا، ولكن أحدثك عن يوم الجمعة: ما من مسلم يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب من طيب أهله إن كان لهم طيب، وإلا فالماء، ثم يأتي المسجد فيمسط حتى يخرج الإمام ثم يصلي، إلا كانت كفارة له بينه وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة، وذلك الدهر كله. حسن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. صححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. قال ابن كثير: القدوس هو المقدس، أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. انتهى. قلت: الأميين الذين ما جاءهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب من قبل. قال تعالى في آل عمران: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحق بهم. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 3، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. متفق عليه. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال: مثل الحمار يحمل كتبا لا يدري ما على ظهره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. حسن أحمد شاكر إسناده في المسند، وابن كثير في إرشاد الفقيه، وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده لا بأس به، وقال في الفتح له شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: قاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه، ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب، فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها، وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا، فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته. انتهى وزمله في ثوبه لفه كما في مختصر الصحاح. والزاملة هي ما تحمل به الأسفار وهي جمع سفر وهو الكتاب. وقوله تعالى: ولا يتمنونه أبدا، كقوله عز وجل في البقرة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق الاثنى عشر رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه. وفي رواية مسلم: فيهم أبو بكر وعمر. وفي رواية أخرى لمسلم: فيهم أنا، أي جابر رضي الله عنه. انفتل انصرف كما في المعجم البسيط، انتهى قلت. وهذه الروايات تنقض على من اشترط عددا لانعقاد الجمعة، وقد ذكر خلافهم ابن رجب في شرحه للبخاري. قال القرطبي: وروي في حديث مرسل أسماء الاثني عشر رجلا. الاثني عشر رجلا رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد. وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر. قلت: لم يذكر جابرا، وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم والدارقطني أيضا، فيكونون 13، وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم 14. انتهى قلت: يحتمل أن بعض الصحابة تركوا الخطبة إلى القافلة من شدة جوعهم ليشتروا طعاما، ثم يعودوا إلى الخطبة ظانين أنها لا تفوتهم، كما أن فعلهم هذا قد يكون من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ويحتمل أن صلاة الجمعة كانت تصلى قبل الخطبة كصلاة العيد، أو أن حضور خطبتها لم يكن فرضا قبل نزول هذه الآيات، ولذلك كان بعض الناس يترك الخطبة إلى بعض اللهو والتجارة، فحرم الله ذلك وأوجب الحضور إلى خطبة الجمعة. والقرينة على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث عن صلاة الجمعة: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. رواه مسلم. فإذا كان الصحابة يعدون المتخلف عن الجماعة دون عذر منافقا معلوم النفاق، فكيف بمن يتخلف عن الجمعة؟ بل كيف بمن يترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب الجمعة من أجل تجارة أو لا؟ قال ابن كثير: ولكن هاهنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل عن مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني، فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. قال القرطبي بعد أن ساق الرواية المرسلة السابقة: قال السهيلي: وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون صحيحا. انتهى. ونقل الأمير الصنعاني في سبل السلام عن القاضي عياض أنه قال: هذا أشبه بحال أصحابه والمظنون بهم، أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. انتهى قلت. والحديث في مراسيل أبي داود والناسخ والمنسوخ للحازمي، وقال الألباني في الصحيحة: منكر بهذا السياق مع إعضاله. انتهى قلت. ولم أقف على رواية موصولة له، والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، كما قال الذهبي في المبهج والموقظة وابن الصلاح في مقدمته، وزاد بعضهم على التوالي كما اشترط العراقي في فتح المغيث والسليماني في جواهره. والحديث معضل لأن مقاتل هو من تابعي التابعي،
قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال كثير من علمائنا إن هذا القول يوجب الخطبة، لأن الله تعالى ذمهم على تركها، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا حسب ما بيناه في أصول الفقه. انتهى. قلت: والصواب وجوب حضور خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعموم قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. رواه مسلم. قال محمود السبكي: في الدين الخالص، ولم يحكم هو ولا غيره ببطلان الخطبة، فعلم أن القيام فيها ليس بشرط، بل هو سنة أو واجب كما قال بعض الحنفيين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة، كما جاء في مسند أبي حنيفة، وصححه الألباني في صحيح الجامع بلفظ: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. انتهى. قلت: ويستنبط من الآيات حرمة البيع وقت خطبة وصلاة الجمعة من قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجاء في كتاب نيل المرام أن الحسن قال: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.